السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كنرحبوا بكم في القناة ديالكم وكنتمنى لكم إن شاء الله قضاء أوقات طيبة وسعيدة معنا في هذه القناة والاستفادة الجيدة إن شاء الله. دائما كنوصيكم الوصفة المضبوطة والتطبيق الجيد كيعطي نجاح كبير جدا إن شاء الله. اللي بغى ينجح في أي وصفة خصو يتبع المقادير ويتبع التطبيق. هنا كنأنسيستي دائما كنأنسيستي، وهذا هو سر النجاح ديال اي وصفه، انها تكون المقادير مضبوطه والتطبيق جيد باذن الله. نمشيو مباشره للوصفه ديالنا اللي هي عباره عن حلوه تركيه ان شاء الله بمناسبه شهر رمضان ان شاء الله. هذه الحلوه كتجي لذيذه وكتجي رائعه. شوفوا معايا الطريقه والطريقه ديال التطبيق، وان شاء الله غادي نشوفوا المقادير ونشوفوا كيفاش غادي نطبقوا هذه الوصفه ديالنا مباشره. غادي خصونا واحد جوج بيضات وغادي نحطوا جوج سكر. ربما الفرص ديالنا يبدا يشرب غادي نحتاجوا نضيفوا البيض، الا ما كانش ما نضيفوش نهائيا. غادي خصنا واحد 125 غرام ديال الزبده نذوبوها ونطيبوها شويه، فوق العاده، يعني نذوبوها ونخليوها دير الكشكوشه شويه ونطفيو عليها، ماشي نخليوها طيب بزاف. مهم خصها غير تجي شويه الكو ديالها كيتغير كيكون فيها واحد المذاق زوين. 450 غرام ديال الدقيق، الدقيق خصو يكون النوعيه الممتازه. وغادي تخصنا واحد 70 غرام ديال السميده، واحد 5 غرام ديال البودر فاني، غادي تخصنا واحد 200 غرام ديال السكر غبرة يعني سكر كلاص، غادي تخصنا واحد قشره ديال البرتقال، قشره ديال الليمونه، اي البرتقال. غادي تخشنا وغادي خصنا واحد 10 غرام ديال الخميره ديال الحلوه، 10 غرام ديال الخميره ديال الحلوه. وغادي خصنا ان شاء الله للحشو واحد 200 غرام ديال الكاوكاو محمر، وغادي خصنا معلقه كبيره ديال الكراميل، وغادي تخصنا ان شاء الله شوكولا كوفيرتور نوار لا مارك المزيانه باذن الله. هادو هما الاشياء اللي غادي خصونا في هذه الوصفه ديالنا ان شاء الله، اللي غادي نشوفوا الطريقه باش ننفذوها. غادي ناخذوا الباطور ديالنا، ها هو غادي نديروا ان شاء الله، غادي نديروا الفرص ونديروا السميده ونديروا السكر كلاص ونديروا الفاني ونديروا الخميره ديالنا نديروها ونديروا الليمون، ها هو قشره الليمون. وغادي نديروا ان شاء الله نخلطوا هذا الشيء، خصو يتخلط الله كل شيء، هذا الشيء نخلطوه بحال هكا. وهنا غادي ناخذوا هاد الزبده ديالنا نديروا معها البيض هاد جوج بيضات اللي حنا عندنا في الوصفه، وجوج بيضات غادي نخليهم السكر حتى نشوفوا العجينه ديالنا واش غادي تجمع علينا، يعني الا كان الدقيق ديالنا ما كيشرب غادي يكفينا هاد الشيء، هاد الشيء غادي يكفينا، كان كيشرب راه ما يكفيناش. نخلطوا هاد الشيء بجوج البيض والزبدة درنا هنا، خلطناهم مزيان. هنا كنضيفو يعني الخليط ديالنا كله دقة وحدة. هنا دروك غادي نشوفو واش فعلا غادي يكفينا هادشي، كنكرر كلشي داكشي اللي درنا ونشوفو ننتظرو ملي يتخلط. الخليط ديالنا ها هو بدا كيتخلط بطبيعة الحال. غادي خصني مازال نضيف البيض، غادي نهرس بيضة وحدة، ما غاديش نضيفو يعني جوج بيضات خطرة وحدة، غادي نضيفو بيضة واحدة ونشوفو مرة أخرى واش يكفينا هادشي ولا ما يكفيناش. الا ما كفناش ملي نضيفوا البيضه الاخيره غادي يكفينا باذن الله، لان كلشي كيبان لينا. ما غادي نشوفوا دروك
عندنا السكر كلاص ديالنا فيه يعني دائما نغربلو السكر كلاص ديالنا واخا نشوفوه مزيان خصنا نغربلوه دائما نغربلوه من الاحسن نغربلوه. غادي نشوف دروك غادي نشوف العجينه ديالي ها هي كتجي عجينه شاده راسها. مهم خصنا ملي نكوروها تجمع لينا وتعطينا فورمه مزيانه. هو هذا العجين ديالنا ما نعجنوش بزاف ثاني ما نعجنوش بزاف نحيدوه. هذه هي العجينه ديالنا كنخليوها ترتاح واحد ربع ساعه يعني هنا درنا ثلاثه البيضات كما قلت لكم على حساب الطحين ديروا جوج بيضات في الاول ما ديروش ثلاثه حتى تشوفوا الطحين ديالكم اللي هي عباره عن 200 غرام ديال الكاكاو محمر والشوكولا كوفرتور واحد 30 غرام ونطحنوا هادشي بجوج هاد جوج نطحنوهم مزيان. هنا غادي نطحنوا هاد الطحين ديال هاد المجموع ديالنا نطحنوه مزيان. غادي نخويه في شي حاجه الكاوكاو اللي فيه شويه د الشوكولاط اللي كاين اللي عزيز عنده الشوكولاط يمكن ليه يدير كثر يدير حتى 50 غرام. حنا درنا 30 غرام اللي بغى الشوكولاط بزاف يدير حتى 50 غرام ديال الشوكولا. وهنا غادي نجمعوها بالكراميل نجمعها حتى تجمع لينا بالكراميل. حنا هنا درنا واحد المعلقه كبيره وغادي نشوف واش تكفينا الا ما كفاتناش غادي نضيفوا شويه هاد الكاوكاو ديالنا وهذا الشيء نجمعوه نخلطوه مع الكراميل بحال هكا. خصو غير باش يتكور لينا باش يجينا كريات اللي غادي نديرو في وسط العجينه ديالنا ونركو عليه بحال هكا باش يندمج مع الكراميل. هنا غادي تكفينا معلقه كبيره ما نزيدو حتى حاجه فينا ان شاء الله. وركو بحال هكا وجرو عندكم باش نخلط كلشي يتجانس. غادي خصنا بحال هكا باش ملي نديرو كره تجمع لينا خصها غير تجمع لينا شويه تشد لينا ونحطوها في وسط العجين ديالنا ونحطوها في المول ديالنا وكنضغطو عليها بحال هكا هكا. شوفوا معايا مزيان كنديرو كره بحال هكا نقادوها مع هاد المول اي مول اي نوع عندكم ديال المول يمكن لكم تخدموه بحال هكا. غادي ناخدو هاد الحشوه ديالنا غادي نديرها الوسط بحال هكا الوسط في الوسط دائما في الوسط ونجيبو واحد شويه ديال العزينه غادي نديروها من الفوق بحال هكا هانتوما نقصوها الى جاب الله كانت كثيره ونقادو الكره ديالنا يعني نقادوها بحال هكا دائما نوركو عليها باش تجينا مقاده حتى من التحت ونخلوها بحال هكا هانتوما كتجينا كره مقاده وزوينه ان شاء الله. غادي نوريكم يعني نديرو هانتوما نديرو هادي نديرو بحال هكا نعاودو المنظر ما نحاولوش نرقو لتحت باش ما يبداش يبان لينا داك اللوز من التحت. هانتوما شوفوا معايا غير نحاولو الجناب واخا نديروهم رقاق يمكن لكم ديروها في المول يمكن لكم ديروها بيديكم يمكن لكم ديروها كره وديروا فيها في بليد وغادي تجي حتى هي زوينه. اللي ما عندوش شي مول بحال هذا او عنده شي مول عطى الله المولات كيكون عندكم لي مول في الدار حاولوا ديروا بحال هذه الطريقه. هنا علاش كنديروهم في المول باش نحصلوا على واحد الشكالات مقادين كلهم كيجيو مقادين في المنظر ديالهم وكيجيو زوينين بحال هكا. وهنا ان شاء الله نكملوا هذا المول ديالنا دائما بالصبع ديالنا كنقادو
شوفوا معايا مزيان باش نكمل هذا المول، وغادي تحصلوا على نتائج موحده يعني زوينه في المنظر ديالها. وهذه راه واحد الحلوه رائعه، راه كنسقيوها بالسيروم اللي كنكملوا، كنسقيوها بس كنسقيوها بالقطر. هانتوما شوفوا معايا، دائما هاد الحشوه نحاولوا ندخل الوسط، تدخل لينا في الوسط ديال الحلوه ديالنا. هانتوما هكا حاولوا تقادوا المسائل ديالكم. نحاولوا هاد الشيطان نحيدوها اللي كانت اللي جات لينا في الجناب. مرنا الوسط ديالنا، غادي ناخذوا شويه العجين بحال هكا شويه، غادي نحطوه هنا ونسدو المول ديالنا غير شويه. حاولوا نسدو الحلوه ديالنا، نسدوها مزيان. هانتوما بحال هاد المول كيكون سهل، كتكون فيه الخدمه سهله وكيجي زوين. هانتوما شوفوا معايا علاش كتجي زوين، لانني غادي نقدر نقاد مازال هاد العجين ديالي بالطريقه انني فوق الرخامه ديالي، فوق الرخامه ديالي نقلب المول ديالي بحال هكا ونحكو بحال هكا، وغادي نخوي ان شاء الله. هكا هكا ما تخافش، ما كيلصقش، غادي تحيد كلشي، غادي تحيد وديروا نتوما المول اللي مزيان لكم اللي ما يلصقش لكم، ونفرقوهم دائما نفرقوهم بحال هكا، لان فيها الخميره تقدر تغفله مزيان. الا كان عندها جناب غير مسوه بالصبع ديالكم بحال هكا يتقال. دائما الا عندها بحال هاد الجناب غديروا به غير بيديكم بحال هكا، دخلوا بيديكم هكا وتحطوها وتفرقوا ما بيناتهم. ديالنا ها هي مصوبه، غادي ندخلوها للفران. الفران درناه في 200 درجه، غادي نقصوا حتى 190 درجه، وغادي نطفيو الفرفاره يعني ونديروها في العسل بحال هكا. ردوا معايا البال، نقلبوها في العسل، الفوق ديالها هو اللي غيجي لتحت ولتحت يجي الفوق، حتى نديروا الكميه المطلوبه ونردوا الطاوله للفران باش ما تبردش لينا. ما خصهاش تبرد، خصها تشرب العسل وهي سخونه. كنوركو هكا، كنوركو على الحلوه ديالنا باش ندخلها شويه ديال العسل ونخليوها شويه في العسل، وان شاء الله نبداو ناخذوها ملي تدوبج واحد شويه ونحطوها فوق واحد الشبيك بحال هكا باش تسقطر لينا. وحنا غادي دير لنا واحد القطره ديال العسل رائعه. حنا كنجيبو الشوكولات او اللوز او اي حاجه بغينا كنزينو بها الحلوه ديالنا بحال هكا من الفوق غير شويه. صوبنا الحلوه ديالنا، عسلناها، يعني اش غنقول لكم، حاجه رائعه رائعه باذن الله. ها نتوما غادي نشدو وحده نقسموها، شوفوا كي كتجي، كتجي هشيشه هشيشه بزاف 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 بزاف. ها نتوما شوفوا كتجي، كتجي رائعه طوب، كتجي طيبه مزيان حلوه ممتازه. ما هادي غادي تفكروني بها ان شاء الله ملي تصوبوها بهذه الطريقه. عسلوها ذوقها باش ما بغيتو من الفوق من اللوز بالكاوكاو بالكاجو، باش ما بغيتو بالشوكولا بالكران شوكولا، واحد الحاجه رائعه باذن الله. دائما كنصحكم اخواني اخواتي، الوصفه مضبوطه الطريقه الصحيحه والنتائج ها هما النتائج قدامكم. هذه يعني في المذاق
في الكو ديالها في الرطوبيه ديالها رائعه رائعه يعني طوب ان شاء الله. حتى نحسو بها ما نحسوش بها ملي ناكلوها، كتذوب في الفم. دائما الطبخ هو الكو، الا كان الكو راه كلشي مزيان، ما كانش الكو راه حتى حاجه ما مزياناش. والله يوفقنا ويوفقكم لما فيه الخير ان شاء الله. نتمنى لكم دائما تقضيو معنا اوقات طيبه وسعيده في القناه ديالنا، ومرحبا بكم. ودائما لا عندكم شي سؤال مرحبا به يطرحوه، احنا نجاوبوه ان شاء الله. والسلام عليكم.